كرة تعود لشيلفي، بيني ما بتسع وكوميسي مر ويسجل الفرنسي. الفرنسي كوميسي يعلن عن تقاعد فريق سوانسي. تمريرة بيني غير عادية، هذا البيبات الماك بايس والمهاجم الفرنسي لكان هذا الأسطورة من الكونغو برازافيل يراوغ حارس المرمى ويضع الكرة في الشباك. الهاجم السابق لأولمبيك ليون الفرنسي اللي تحرك بشكل ممتاز شغل عدم تمام للتبريرة، وإن كان يعني كان في شك اللقطة الأخيرة، لكن الهدف يحتسب لكوميز. كوميز هو يعتبر واحد من الأسنان النادرة في تاريخ الشامبيونز ليج اللي سجلت رباعية في مباراة واحدة، وانضم لكوكبة أسماء كبيرة سجلت أربع أهداف لقاء واحد من 2011 مع أولمبيك ليون أمام دينامو زغرب لقاء اكتمل 7-1، أحرز أربع أهداف انضم لقائمة العظماء الكبار اللي سجلوا رباعية في مباراة واحدة مثل فان باستن، شيفتشينكو، ميسي، إبراهيموفيتش، أريو كوميز. مردود الفريق الثاني في الطريق الثاني 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 يا وحش يا غالي، رأسية لأندريا يور على الهدف الثاني لسوانسي، رأسية غالب الحارس كول وتعلن عن ثنائية للبشعة الفرنسية. الهدف الثاني يسجل بطريقة رائعة، ويور يسجل ثاني أهدافهما سوانسي، بداية غير عادية للغاني في البريمير ليج. ومونتيرو مونتيرو هو العالم الفارق في هذا اللقاء، الاكواتوري معهد والغاني يسجل والثنائية لسوانسي. سوانسي يتمكن من تدعيم التفوق بكرة ثانية برأسية أندريا يو. الفريق الويلزي يهزم من جديد لشباك الماك بايس، يهزم الحارس كرول، شوف الإعادة مرة أخرى، صعب جدا إيقاف انطلاقات الإكوادوري، صعب جدا الحد من خطورة اللاعب الخطير مونتيرو. مونتيرو مر ومرر ويو يرتقي ويسجل 2-0. سوانسي على العال وفريق نيوكاسل في موقع